الدكاترة اتكلمنا عن موضوع يسمى جلوكونيوجينيسيس، وعرفنا ايه الـ definition of جلوكونيوجينيسيس، ايه الـ type of جلوكونيوجينيسيس، وكمان ايه الـ effects of جلوكونيوجينيسيس، وكمان اتكلمنا على موضوع sources of جلوكونيوجينيسيس، او سميناه مع بعض جلوكونيوجينيك بريكيرسرز. وقلنا اول سورس بايروفيت ولاكتيت، واللاكتيت دي فورمت كونتينوسلي ار بي تي وكيلش ريليز في الماسل في السيفير اكسرسايز. وكمان قلنا الفات، وكان في سؤال ورا بيقول ايه في الفات يدي جلوكوز؟ قلنا الجليسترول ينفع يدي جلوكوز. ازاي؟ بانزيم اسمه جليستروكينيز بيديني جليسترول في الفات، وبانزيم اسمه جليسترول سيزوفيت دي ار بي تي بيدخل نادي يحقق ليش ويديني داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت اللي ينفع يدوله. وقلنا شرط عشان اي ماده تدي جلوكوز، يا اما تدي بايروفيت، يا اما تدي اوكزالو اسيتيت، يا اما تدي انترميديت في كريبت او في اكريبت. طب ايه كمان مثال ينفع يدي جلوكوز غير الجليسترول؟ اول تشين فاتي اسيد. ليه؟ لان اللاست 3 كاربون بتدي بروبيونايل كو اي، وده ينفع يدي جلوكوز. ازاي بروبينايل كو اي كاربوكسيليت بيدي ميثايل مالونايل كو اي، ايزومريز وبي 12 بيدي ساك سينايل كو اي اللي بينفع يدي جلوكوز. ولكن الايفن الشين فاتي اسيد نيفر بار جيفز جلوكوز. ليه بقى يا ترى؟ عشان بتدي بس الاكسايد كو اي، وده ما ينفعش يتحول لبايروفيت، لان البايروفيت دي اجنيز ايرلي ريفيرسبل. لكن اهم ماستر للجلوكوز هو البروتين، والبروتين مكون من امينو اسيد، وجميع الامينو اسيد كان جيف الجلوكوز اكسبت اثنين اسمهم كيتوجينيك امينو اسيد، وهما ليوزين اند لايسين. وال 75% من الجلوكوز اللي بيصنع من الجلوكونوجينيسيس مصدره بروتين. ما تنساش كمان ان في امينو اسيد شهير يسمى الانين، ده بيسيب المسل ويروح الدم ومنه على الليفر عشان يتحول لجلوكوز. السايكل دي سميناها مع بعض جلوكوز الانين سايكل. كمان اتكلمنا عن الامبورتنس اوف الجلوكونوجينيسيس، وان وظيفتها انك تطلعي البلاد والجلوكوز during fasting especially for more than 18 hours. طب ايه الامبورتنس اوف الجلوكوز؟ قلنا ده الـ only source of energy للبرين والارتيز كورنيا والريتنا، وكمان للادرينال كورتيك والبيت. كمان الجلوكوز لازم اطلعه حتى لو انا ضايق، عشان حاجه اسمها بيتا جلوكوز ميتابوليزم، ده المين سورس اوف البايروفيت اللي هي المين سورس اوف الاوكسالو اسيت اللي هي البرايمر كريبت، فتمشي كريبت وتحرق الانسايد كوي اللي طالع من الفاتي اسيد اوكسيديشن. كمان الجلوكو نيوجينيسيس مهمه للريموفال اوف توكسيك ميتابولايت لايك اللاكتيك اسيد، عشان احولها لحاجه مفيده بالنسبه لي وهي الجلوكوز. كمان اتكلمنا عن الريجوليشن اوف الجلوكو نيوجينيسيس، وقلنا عشان ابدا في الريجوليشن لازم اقول مقدمه. هقول ان جلوكو نيوجينيسيس هي ريفرسال لكلاجولوجين، وهقول كمان ان كي انزايمز اوف جلوكو نيوجينيسيس هي ريفرسال لكي انزايمز اوف الجلاجولوجين، هم اربعه البايروفيت كربوكسيليز والبيبتيكيز فروكتوز 1 6 بيس فوسفاتيز، وكمان الجلوكوز 6 فوسفاتيز. وكمان لازم تقول ان بوث ار ريسيبروكالي ريجوليتد، يعني اللي زود واحد يقلل الثاني. بعمل ريجوليشن بحاجتين واروح مجمعهم في حاجه ثالثه. اول حاجه فاتي اسيد اوكسيديشن، قلت الفاتي اسيد اوكسيديشن بتحصل الفاستنج، وجلوكونوجينيسيس بتحصل الفاستنج، يبقى حاجه بتحصل وقت الفاستنج. تعمل ايه في حاجه زيها بتحصل وقت الفاستنج؟ اكتيفيشن. وده ازاي؟ الفاتي اسيد اوكسيديشن بتطلع اي تي بي وبتطلع ام اتش وبتطلع اي سي تايل كوي. اي تي بي انهبت البي اف 1 والبي اي والبي دي اتش، يبقى وقف الجلايكوليسيس وكمان البايروفيت اوكسيديشن. والنات اتش ده نيد فور الجلوكونوجينيسيس، والانسايد كو اي بينهبت البي دي اتش ويكتيفيت البايروفيت كربوكسيليز، وده واحد من الكي انزايم اوف الجلوكو نيوجينيسيس. يبقى فاتي اسيد اوكسيديشن عملت انهبيشن للجلايكوليسيس واكتيفيشن للجلوكو نيوجينيسيس. الحاجه الثانيه فركتوز 2 6 بالبروتين، وقلنا الفينين والانسولين مع الفوسفوريشن فيكتيفيت الفوسفور فراكتوكينيز 2 فيزود الفركتوز 2 6 بالفوسفات، وده ينهبت الفركتوز 1 6 بالفوسفاتات ويقلل الجلوكو نيوجينيسيس، والعكس تماما يحصل لو تاتا فاكتين. جمعت الاثنين في حاجه اسمها هرمون ريجوليشن،
ورك الفيدنج مع الانسولين بيقللوا جلوكوجينيسيس ليه؟ حاجتين، بيعملوا ريبريشن لكي انزايم، كمان بيزودوا الفركتوز 2 6 بالفوسفيت وده انهبيتور للفركتوز 1 6 للفوسفيت. كمان الفاستين والانتي انسولين دول بيزودوا الجلوكوجينيسيس ليه؟ حاجتين، اندكشن لكي انزايم، كمان بيقللوا الفركتوز 2 6 بالفوسفيت، فشلت الانهبيشن عن الفركتوز 1 6 بالفوسفاتيز وزودت جلوكوجينيسيس. كمان الجروث هرمون والجلوكوجيكويد دول بيزودوا الجلوكوجينيسيس ليه؟ عشان بيعملوا اندكشن لانزيمات تسمى ترانس امينيز. وختمنا الحصه بالديزيز فركتوز 1 6 بالفوسفاتيز ديفيشنسي، قلنا يا جماعه ده كي انزايم اوف جلوكوجينيسيس، فلو حصل يبقى كده حصل ديفيشنسي، كده يبقى مفيش جلوكوجينيسيس. كمان عايزين فركتوز 1 6 بس فوسفيت، ولا نعاني من زياده الفركتوز لو اعاني من نقص يبقى يقل كمان الجلايكوجينوليسيس، والشخص ده لو صار يدخل في سيفير فاستنج هايبوجلايسيميا، كمان يحصل له لاكتيك اتيدوزيس ويزيد الستايل في ايه، وممكن يحصل له كيتوزيس. الشخص ده لو عالجه اقول له يصوم، ما يصومش يعني يروح النار بس ما يموتش، يبقى يافويد الفاستنج وياكل بس يافويد الفركتوز، يصومهم بعد كده يبقى يافويد الفاستنج وكمان يافويد الفركتوز. وده يا جماعه موضوعنا الحصه اللي فاتت. النهارده اخر عنوان في شابتر الكربوهيدرات، النهارده ريجوليشن اوف بلاد جلوكوز. احنا الحصه الجايه ليفت، خلاص الحصه الجايه ليفت والجدول نزل والامتحان 4-1، الامتحان 4-1 يعني بعد شهر من دلوقتي. واحنا كنا فاكرين نفسنا تابعين، ده احنا طلعنا متاخرين، ده لسه في ليفت هيخلص ولسه في امتحان عملي في اخر 12 عايزين نعمله حصه عملي، ولسه في حاجه اسمها ريفيجن المفروض نراجع اللي احنا قلناه. الكلام ده كله ازاي؟ الله اعلم. 4-1 ازاي 4-1؟ انا مش عارف، ده داخلين متاخرين 3 اسابيع و4-1. ربنا معاك. هما في الكليه دخلوا ليفت ولا لسه؟ لسه مش دكتور رشيد، مشيت مع نفسي خالص، ربنا معايا بنديله الصحه يعني، يعني مش عارف اخلص امتى بصراحه، بس لا المحاضره نفسها لسه ما خلصتش. طب في امل يا جماعه، احنا ماشيين كويس، في امل لغايه الليل، لغايه اخر الليل. الميد تيرم لغايه دلوقتي بيولوجيتي وكربوهيدرات كله لغايه دلوقتي. طيب امتى؟ الميد تيرم الاسبوع الاول 16، يعني هو يعني يوم السبت 16 في قاعه الامتحانات. ليفت قد كربوهيدرات دي المفاجاه، بس بيخلص حاجات اقل شويه. طب يلا مع بعض، خلي بالك الكربوهيدرات انا ماشي ببطء عشان بحط بيزس، بحط قواعد، ببني دماغك. فالمفروض الليفت انت دماغك اتبنت خلاص بقى، فانا كنت بس المفروض اتبنت ولا ما اتبنتش؟ المفروض حاجه اتبنت خالص. طيب طمنتوني. ريجوليشن اوف البلاد جلوكوز. وعليكم السلام ورحمه الله. ده ايه ده؟ بالله ما شاء الله يا راجل. ريجوليشن اوف البلاد جلوكوز، عايزين قبل ما نتكلم عن ريجوليشن اوف البلاد جلوكوز نعرف ايه النورمال ليفل اوف بلاد جلوكوز. يقول لك والله عشان نعرف النورمال ليفل اوف بلاد جلوكوز لازم نعرفه مرتين، مره الفاستنج ومره التو اور بوست بلاد. يعني ايه فاستنج؟ يقول لك والله بخلي العيان يصوم من 6 ل 12 ساعه، وبعد صيام 6 ل 12 ساعه يروح المعمل يعمل التحليل. او احسن من كده بسميها يا سلمى اوفر نايت فاست. اوفر نايت فاست يعني صيام ليله. ازاي صيام ليله؟ العيان يتعشى عشاء العادي وينام، يقوم من النوم يطلع على المعمل يعمل تحليل. ايه يا ميه؟ ليه لا؟ ليه لا؟ هي الميه فيها جلوكوز. يفطر يا عم مش مشكله. يبقى الميه عادي يا جماعه. ويمتنع عن الاكل وعن اي حاجه فيها شوجر. جوز او حاجه، لكن يشرب ميه عادي جدا، اللي يعني انت سكر يشرب ميه عادي. مفيش مشاكل. فدي 6 ل 12 ساعه او احسن ما نسميها اوفر نايت فاست، يروح اخد منه عين الدم احللها، ده اسمه الفاستنج. الطبيعي بتاع الفاستنج من 70 ل 100، مكتوب عندك 105، خليها 100 عشان خاطر. يبقى ده كده بالظبط.
70 ل 100 مللي جرام بير الديتر. اقول يا باشا يفطر ويفطر وبعد ما يخلص اخر لقمه يعدي ساعتين. الساعتين يعدوا يجي اعمل تحليل اخر اسمه 2 اور بوست برانديا. بوست يعني بعد، برانديا يعني اكل. ف 2 اور بوست برانديا يعني تحليل ساعتين بعد الاكل. الطبيعي 70 140، مكتوب عندك 120 خليها 140 يبقى زي الكتاب برضه. او تقول اقل من 140، من 70 ل 140 او اقل من 140. يبقى الفاستنج بلس جلوكوز من 70 ل 100 بلس جلوكوز، و2 اور بلس برانديان من 70 ل 140 ده برضه جلوكوز. اروح سائل نفسي سؤال، هو ايه يا ترى السورسز اوف البلس جلوكوز؟ ايه مصادر الجلوكوز اللي موجود في الدم؟ جلوكوز الدم ده جه منين؟ قال لك والله يفرق لو انت فيدنج عن لو كنت فاستنج. لو سالتك فيدنج السورس اوف جلوكوز الدم هو الزيت بدي كربوهيدرات. ما سالتك شغاله الله ينور يا عمر. مكرونات على رز على بتاع على عيش وشغال وبطاطس وشغال الله ينور فيه. فالزيت بدي كربوهيدرات هي السورس اوف جلوكوز الدم لو انا فيدنج. طب سي انا فاستنج وصايم ومش باكل، جلوكوز الدم جه منين؟ قال لك حاجه من اثنين، يا اما جلايكوجينوليزم هيباتيك ولا ماصل؟ هيباتيك طبعا. يا اما جلوكو نيوجينيسيس هيباتيك ورينا. فهمت ازاي؟ يبقى مصدر جلوكوز الدم لو انت فيدنج دايتري كربوهيدرات، كربوهيدرات الاكل. لو انت فاستنج الهيباتيك جلايكوجينوليزم فولد باي الجلوكو نيوجينيسيس هيباتيك وكمان غيرها. انا بقول كمان جملة اعتراضية غاية في الاهمية. هذه الجملة بتقول regulation of blood glucose is a must. وماست دي مش الجامعة، لا خالص. ماست يعني ضرورة يعني. في جامعة اسمها جامعة ماست. ما حدش دعوة بيها خالص. تمام. ف regulation of blood glucose is a must يعني ضرورة. لازم جلوكوز الدم يبقى ريجوليت. ليه بقى؟ يقول لك عشان لو جلوكوز الدم قل مركزي وبقى اقل من 40 مللي جرام بير ديتريتر الشخص يدخل في هايبوجلايسيميا وهايبوجلايسيميا كوما ويضاعي. ولو زاد في الجلوكوز ماركتي وصل 300 و400 والكلام ده يروح داخل العيان في هايبر جلايسيميا وهايبر جلايسيميا كوما ويضاعي. يا نهار اسود. عشان كده لازم احافظ على مستوى الجلوكوز في الدم within النورمال ليفل. regulation of blood glucose is a must ضروره. عشان لو قل قوي هايبوجلايسيميا وهايبوجلايسيميا كوما وديث. ولو زاد قوي هايبرجلايسيميا وهايبرجلايسيميا كوما برضه ديث. وعشان كده regulation of blood glucose is a must. طب السؤال هو كيف تريجوليت البلاد جلوكوز؟ ازاي نعمل ريجوليشن لجلوكوز الدم؟ قال لك بحثيش. والاثنين بيحاولوا يحافظوا على دور على جلوكوز الدم نور. اول حاجه اورجان اند تيشوز. ريجوليشن باي اورجان اند تيشوز. والحاجه الثانيه ريجوليشن باي هرمون. يبقى في ريجوليشن باورجان وتيشوز وريجوليشن باي هرمون. الاورجان والتيشوز خمسه اورجان وتيشوز بتساهم في ريجوليشن اوف جلوكوز. الاول جي اي تي، الثاني ليفر، الثالث كدني، اربعه مصل، خمسه ادبوتيشن. جي اي تي ليفر كدني ومصل وادبوتيشن. وخلي بالك الكلام ده غلط. لمين الريجوليشن اوف جلوكوز ده موضوع نظري وشفوي وعملي. عملي؟ عملي. الموضوع ده هندرسه زي ما هو كده في العمل الترم الثاني. اصل انت عارف عملي الترم الاول يوري الريبورت، كلام هبل. عملي الترم الثاني سيادتك هتعمل تحاليل. والله هتعمل تحاليل. هتجيب عينه دم وتعمل بايبيتنج سيادتك بآلة كده اسمها بايبيت، وتحط في أنبوبة صغيرة وتروح على جهاز وتعمل تحاليل وتقيس الجلوكوز في الدم شكله ايه والكوليسترول في الدم شكله ايه واليوريك اسيد في الدم شكله ايه. واحنا بقى اسألك طلع التحليل عالي اقول لك ده فيه هايبر جلايسيميا، يبقى ايه الكومنت بتاعك؟ تعالجه ازاي؟
عمل الترم الثاني حاجه ثانيه خالص. فالكلام ده هنشرحه زي ما هو ويسالنا عليه في العملي في الترم الثاني. فالموضوع ده يعني جمع الثلاث حاجات، عملي ونظري وشفوي. ازاي الاورجان والتيشوز بتريجوليت الجلوكوز الدم؟ هبدا باول حاجه جي اي تي. ولو انت تركز معايا هتلاقي ان الجي اي تي دي اول تيشو يحتك بالجلوكوز اللي اكلته. يعني اول حاجه يقابلها الجلوكوز هو ايه؟ الجي اي تي. استومك وراه ايه؟ الترم. ايه دور الجي اي تي في الريجوليشن اوف ذا جلوكوز؟ بقول ان الجي اي تي بيبريفنت السادن انكريز ان بلاد جلوكوز. يعني بيمنع الزياده المفاجئه في جلوكوز الدم. ليه؟ هو بيعمل ايه؟ قال لك والله ثلاث حاجات. اول حاجه ليه سلو ريت اوف ايفاكويشن. كلمه ايفاكويت يعني فضي مني. فالايفاكويشن في الجي اي تي بيحصل سلوري. يعني عشان السمك تفضي الكونتنت بتاعتها تاخد لها 2 اورز. وعشان الانتستن تفضي الكونتنت بتاعتها 4 اورز. يعني كفك الاكل اللي اكلته دلوقتي الساعه 2 عشان يحصل له ايفاكويشن ده على الساعه 8 بالليل ان شاء الله. 6 ساعات الاكل ماشي فين؟ في الجي اي تي. طالما الاكل هيفضل في الجي اي تي 6 ساعات ابزور بسرعه ولا ابزور براحتي؟ براحتي، ما كده كده موجود 6 ساعات. هحتاج اي حاجه في اي وقت موجود، 6 ساعات موجود. فعشان في سلو ريت اوف ايفاكويشن هيبقى عندي slow rate of absorption وهيبقى عندي gradual increase in blood glucose. جلوكوز ده هيبقى increase ايه؟ gradually بالراحة. وكده انا منعت sudden increase in blood glucose. يبقى الـ GIT بتمنع sudden increase in blood glucose في slow rate of evacuation وبالتالي في slow rate of absorption. فالجلوكوز هيعلى في الدم بالراحة gradually وكده منعت السادن انكريز ان بلاد جلوكوز. مش بس كده، ده كمان سيادتك الجي اي تي ليها ماكسيمم ريت اوف ابزوربشن. يعني مش اي حاجه تاكلها تدخل دمك، مش اي كربوهيدرات تاكله يحصل له ابزوربشن، ده في ماكسيمم ريت. الماكسيمم ريت هو 1 جرام بير كيلو جرام بادي ويت بير اور. يعني جرام جلوكوز لكل كيلوجرام في الساعة. فلو وزنك مثلا 70 كيلو أقصى معدل امتصاص جلوكوز هيبقى 70 جرام في الساعة. طب والباقي اللي أكلته ده بعد فلوس قد كده استول ولا اتعفرت. الماكسيمم ريت 1 جرام لكل كيلوجرام في الساعة. مين فيكم بيحب الأفراح؟ بموت في الأفراح يا جماعة. واكتر حاجه بتعجبني في اي فرح، مش هخبى عليك يا ابني، البوفيه. لاني مظبط نفسي على ميعاد البوفيه بالظبط. البوفيه بتاع 11 ل 5 بقى في الفرح بالظبط كده. تدخل يا ابني البوفيه تلاقي بسم الله ما شاء الله خيرات ربنا، ايش المحمر والمشمر والديزيرت والحاجات الحلوه، حاجات بسم الله ما شاء الله يا ابني. تقعد تروح ناسف سيادتك كل البوفيه. هل كل اللي اكلته ده هتستفيد منه؟ لا طبعا. ده الماكسيمم ريت جرام 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 يا مؤمن جرام لكل كيلو جرام في الساعه والباقي في الاسدول. عشان كده يعني يوم الفرح بتاعك حط كده يقطع البوفيه ماكسيمم ريت ابزوربشن 1 جرام لكل. فحرام عليكم يا كفر بل غلابه، حرام يعني مش للدرجه دي يعني. عند الاسدول في الاخر. قول يا باشا ايه؟ يعني ايه بيزل؟ لا مش بيزل، ده اقصى حاجه. البيزل ده اقل حاجه، لكن ده اقصى، ده الماكسيم. حتى لو ايه؟ ده اقصى حاجه. ما يعرفش عن كده. 180 جرام ده تريشولد يا واد. يا واد في فرق ما بين حاجه اكلتها في الانتستين هتدخلها الدم، ده اسمه ابزوربشن. لكن الري ابزوربشن بتاع الكدني 180، اعلى من 180 في اليوريك. في فرق ما بين دي وبين دي، انت بتابزورب كلته. لكن الثاني في الدم بينزل يوريك لو عدى 180. ماشي؟ وده 70 جرام 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 هيروح على ماشي. ما هو لما يدخل بقى الدم بقى هنعرف بقى مصيره ايه بقى؟ لكن دي غير الثانيه خالص. ايه كمان؟ رقم ثلاثة حاجة اسمها انتي سيباتوري افكت.
anti-inflammatory effect. يعني ايه كلمة anti-sebate؟ ده مش برضه ده ايه مش يعني ايه يتوقع predict. كلمة anti-sebate يعني predict يتوقع او يتنبأ. طب ازاي اتوقع او اتنبأ؟ اتنبأ ايه يعني؟ اتنبأ الحظ يعني ولا ايه؟ قالك لا، يقول لك once الجلوكوز يوصل للوول اوف ذا توبك او الوول اوف ذا انتستين، اول ما يوصل وينزل كده الوول اوف ذا ستومك او الوول اوف ذا انتستين يطلع هرمون اسمه جاستريك انهبيتوري بيبتايد. اسمه ايه؟ جاستريك انهبيتوري بيبتايد. هذا الجاستريك انهبيتوري بيبتايد ده هرمون يطلع من الوول اوف ذا ستومك والوول اوف انتستين ويطلع يجري على البنكرياس ويخلي البنكرياس يطلع انسولين، فالانسولين بقى موجود في الدم قبل ما الجلوكوز يحصل له ابزورش. يبقى انا تنبأت ان في جلوكوز هيجي الدم قريب فرحت مسبق ومطلع انسولين مخليه في الدم. اول ما الجلوكوز يبقى ابزورب ويدخل الدم يروح سيادتك الانسولين واخده ويقلله، وبالتالي ما نعطل صادق انكريز ان بلاد جلوكوز. يبقى كلمة انتي سبادري افكت يعني ايه؟ وانس الجلوكوز وصل للوول اوف السوفت او الوول اوف ذا انتستين يطلع هرمون اسمه ايه؟ جاستريك انهبيتوري بيبتايد، يطلع يجري على البنكرياس ويستيموليت البنكرياس انه يطلع انسولين، فبقى عندي انسولين موجود في الدم قبل ما الجلوكوز يوصل وقبل ما يحصل له ابزوربشن، فوانس الجلوكوز ابزوربت يروح الانسولين شغال عليه ويقلله وكده منعت السادن انكريز ان بلاد جلوكوز. على فكرة يا زكريا مش بس لما الجلوكوز يوصل للوول اوف ستومك ده ساعات سيادتك تبقى راجع كده من يوم طويل لونج دي بقى في الكلية وبتاع وتعبان، تدخل البيت تفتح الباب هنا تلاقي مامتك از يوجوال قاعدة في المطبخ ومتألقة والروايح بسم الله ما شاء الله، تشم ريحة مالها الجوع يشتغل هنا، ريحة الأكل طلعت، الريحة تطلع انسولين، ريحة الأكل. ده مش بس كده، ده انت لو جعان وشفت حد بياكل يطلع عندك انسولين. بيحصل ولا بيحصل؟ بيحصل. السايد انك تسيح حد بياكل ده طلعت. فهمت ازاي؟ يبقى ثلاث حاجات اهو بيها الجي اي تي بي بريفنت السادن انكريز ان بلاد جلوكوز، في سيادتك سلو ريت اوف ايفاكويشن وفي ماكسيمم ريت اوف ابزوربشن، وكمان في حاجه اسمها انتي سيباتوري افكت يعني بيطلع جاستريك انهبيتوري بيبتايد يخلي البنكرياس يطلع انسولين قبل ما الجلوكوز يحصل له ابزوربشن، فنبأت ان في جلوكوز فطلعت له انسولين جايز في الدم. طب ده الجي اي تي. اللي جاي بقى الليفر. عايزين نعرف ايه دور الليفر في الريجوليشن اوف البلاد جلوكوز. انا بوصف الليفر وبقول ده المين جلوكوز هوميوستيت. الليفر هو المين جلوكوز هوميوستيت. لسه ما خدتوش كدني في الفيسيو، لكن لما تاخدوا كدني في الفيسيولوجي هتعرفوا ان وظيفه الكدني كلمه واحده بس اسمها هوميوستيت. يعني ايه كلمه هوميوستيت؟ اتزان. فالليفر هو المين جلوكوز هوميوستيت، يعني هو اهم اورجن مسؤول عن اتزان الجلوكوز في الدم. ازاي؟ اصل الليفر ده اورجن ممكن لو زاد الجلوكوز بالدم الليفر يقلل، وممكن لو قل الجلوكوز بالدم الليفر يزوده. يعني الجلوكوز بيزود وبيقلل، وده بيزود وبيقلل يبقى بيعمل هوميوستيز. طب ازاي يعني؟ بص معايا، لو سيادتك فيدي والجلوكوز عالي في الدم يعني سيادتك هايبر جلايسيميك، الليفر ممكن يقلل جلوكوز الدم. ازاي؟ الليفر هياخد جلوكوز من الدم يعني هزود الابتيك، والليفر كمان هيزود اليوتيلايزيشن اوف جلوكوز. واول ما اقول لك يوتيلايزيشن ينور في دماغك لمبه كلمتين، يوتيلايزيشن معناها اوكسيديشن ويز واوكسيديشن كلمتين، يا اما ميجور يا اما ماينور. الميجور تسمى جلايكوليزم بتحصل في الليفر، والمرة حتى اتش ام بي بيحصل في الليفر، ويورونيك اسيد باث واي في الليفر اونلي. كمان الستورج، الليفر هو الاورجن الوحيد القادر على تخزين الجلوكوز في صورتين، يخزن ويعمل جلايكي وده اسمه جلايكوجينيسيس، ويخزن ويعمل تاك وده اسمه لايبوجينيسيس. يا جماعه الليفر
بيستهلك الجلوكوز بكل طرق بكل طرق، ياخده من الدم عطيك يستخدمه يوتيلايزيشن، يعني اوكسيشن وستورج. اوكسيديشن ميجر اسمها جلايكوليزيس، مايكرو اتش ام بي في الليفر، يورونيك اسيد تصوير في الليفر، كمان الستورج فيستورتين جلايكولي في الليفر وتاج برضه في الليفر، ده بيعمل كل حاجه تستهلك الجلوكوز. ولما ازود الابتيك وازود اليوتيلايزيشن انا كده قللت جلوكوز الدم. يبقى هو لو انا هايبر جلايسيميا الليفر بيقلل جلوكوز الدم. طب سي سيادتك فاستنج وهايبو جلايسيميا، هل الليفر ممكن يزود جلوكوز الدم؟ هو ايه مصادر جلوكوز الدم لو انا صايم؟ انا ده انا حاجه وتاني فين بتحصل الجلايكوجينوليز اللي يهدي جلوكوز الدم هو الليفر، وفين بتحصل الجلوكوجينيز؟ يعني الليفر هو المكان الوحيد اللي بيصلاي الجلوكوز وقت الفاستنج بطريقتين. يعني الليفر بيعمل جلايكوجينوليسيس ويعمل كمان جلوكو نيوجينيسيس. يبقى لو انت تيجي تجمع بقى، الليفر هو المكان الوحيد اللي بيخزن بطريقتين جلايكوجينوليسيس، والليفر هو المكان الوحيد اللي بيدي جلوكوز للدم بطريقتين جلايكوجينوليسيس وجلوكو نيوجينيسيس. عشان كده يا جماعه هو المين جلوكوز هوميوستيت. لو انا هايبر جلايسيميا بيقلل جلوكوز الدم، ولو انا هايبو جلايسيميا بيدي جلوكوز للدم. طب ده تاني تيشو هو الليفر. طب نيجي لرقم ثلاثة، ورقم ثلاثة هقول الكيدني. الكيدني ازاي الكيدني ريجوليت جلوكوز الدم؟ يقول لك سيادتك لو انت هايبر جلايسيميا وجلوكوز الدم عالي، الكيدني تقلل الجلوكوز بانها تعمل جلايكوجين. نعم جلايكوجين. ازاي ده؟ مش انت قلت جلايكوجين دي تحصل ليفر ومصل؟ طب ما دي لا ليفر ولا مصل، دي كيدني. دي كيدني تعرف تعمل اكشن؟ بتعرف. خدناها؟ خدناها. فاكر لما خدنا بون جيرك ديزيز وقلنا اعراضه 5 اتش ولاكتيك ادونيس، وقلنا في اول اتش هيباتو ميجالي اند لارج كيدني. وقتها قلت لك اللارج كيدني لان الكيدني ليها قدره محدوده جدا على تصنيع الجلايكوجين جدا. عشان كده لما كان بيبوظ الجلايكوجينوليسيس بتاعت اللارج كيدني، فممكن الكيدني ليها قدره محدوده قوي انها تعمل جلايكوجين. وقتها قلت لك هناخد الكلام ده قدام في اخر حلقه في الكربوهيدرات. فالكيدني ممكن تعمل شويه جلايكوجين صغيرين قوي. طب لسه الجلوكوز عالي جدا وعدى ال 180 اللي اسمه رينال ثريشولد، تروح الكيدني منزلها فين؟ في اليورين. ولما الجلوكوز ينزل في اليورين كده انا منعت من تبدو الدم. طب لو انا هايبو جلايسيميا وفاستنج، هل في طريقه يا علي بيها كيدني تدي جلوكوز الدم لو انا فاستنج؟ ايه الطريقه دي؟ كتر بعينك كفر دماغك. ايه الطريقة اللي بقى كيدني تطلع بقى جلوكوز يا باشا؟ يا فاشل يا باي، جلوكو نيوجينيسيس. مش دي تحصل ليفر، مش هبقى اقول هيباتيك اند رينال، هيباتيك اند رينال، يبقى جلوكو نيوجينيسيس. يبقى لو انا فاسي ممكن الكيدني تدي جلوكوز دم بحاجة تسمى جلوكو نيوجينيسيس. يبقى كيدني لو انا فيدي شوية جلوكوز صغيرة، ولو عدى 180 تلميه في اليوم. لو انا فاستنج تشغل مين؟ الجلوكو نيوجينيسيس. لو انت سيادتك ذكي بقى تروح واخد لي 4 مع 5، الاثنين زي بعض بالظبط، ماسل واديبوستري، دول يتذاكروا مع بعض عشان دول زي بعض. ايه القاسم المشترك ما بين الماسل والاديبوستري؟ سؤال. هو الماسل جلوكوز ترانسبورتر فيها جلوكوز كام؟ فاكره اللي جنبها جلوكوز كام؟ ما صاحبتها في الامان ده برضه جلوكوز كام؟ برضه 5. الكام يا 4 وده انتر اندبندنت ولا انتر اندبندنت؟ انت بعيد انتر اندبندنت. يبقى الاثنين الماسل ولا ديبوزيشن
الجلوكوز ترانسبورت اتوم 4 فاكر يا ابني هارت ومسل ولا ركبه ايوه ركبه يبقى المسل والادوز تيشو اللي بيجمعهم الجلوكوز ترانسبورت اتوم 4 وده انسولين ديبندنت يعني يشتغل ويدخل جلوكوز بس لو كان فين فيقول لك لو انا فيدي وعندي هايبر جلايسيميا ولو الجلوكوز عالي في الدم مش ده معناه ان الانسولين عالي يبقى الجلوكوز يشتغل وما يشتغلش يبقى يشتغل فلو انا هايبر جلايسيميا يزيد الابتيك اوف جلوكوز ده في المصدر هي يزيد الابتيك اوف جلوكوز في الاديبوز تيشو ليه زودت الابتيك؟ لان جلوكوز 4 انسولين ديبندنت وانت هايبر جلايسيميا عندك انسولين فالجلوكوز 4 يشتغل وبيزود الابتيك مصدر واديبوز تيشو كمان يزيد اليوتيلايزيشن اوف جلوكوز وكلمه يوتيلايزيشن كلمتين اوكسي و يبقى يزيد الاوكسيشن في المصدر كمان هنا يزيد برضه اليوتيلايزيشن اوكسيديشن وستورج هو لو المصدر عايزه تخزن جلوكوز تخزنه في صوره ايه؟ جلايكوجين يبقى المصدر هتخزن في صوره جلايكوجين لكن لو الاديبوز تيشو حب يخزن جلوكوز يخزن صوت ايه؟ الاثنين زي بعض بالظبط اهو طيب انا الكلام ده يحصل لو انا هايبر جلايسيميا لو انا فيدي لو انا هايبو جلايسيميا لو انا فاستنج وجلوكوز الدم قليل والانسولين قليل جلوكوز فور يشتغل ولا لا؟ يبقى هيقل الابتيك اهو وتحت برضه هيقل الابتيك ليه الابتيك؟ لان جلوكوز 4 انسولين ديبندنت وانا ما عنديش انسولين هايبوجلايسيميا كمان في المصل يزيد البريك داون يعني اكثر المصل ولما اكثر المصل هيطلع امينو اسيد والامينو اسيد هي السبستريت فور الجلوكونيوجينيسيس يعني اكثر المصل واطلع امينو اسيد اعمل فيها جلوكونيوجينيسيس عشان اسبلاي جلوكوز الدم ومين اشهر امينو اسيد يزيد المصل واعمل فيه جلوكونيوجينيسيس انا مين في الاديبوز تيشو هكسر الاديبوز تيشو يعني اعمل لايبوليسيس وكلمه لايبوليسيس يعني هكسر التاج والتاج يبقى فاتي اسيد والليسترول الفاتي اسيد اعمل بيه فاتي اسيد اوكسيديشن والفاتي اسيد اوكسيديشن يزود الجلوكوجينيسيس كمان الكوليسترول اللي طلع ده سابستريت فور الجلوكوجينيسيس لو انت ذكي الاثنين مع بعض اوعى تذاكر واحده لوحدها الاثنين مع بعض المصل والاديبوز تيشو مع بعض هقول لو انا هايبر جلايسيميا وجلوكوز عالي انسولين عالي يبقى زودت ابتيك زودت ابتيك ليه جلوكوز 4 انسولين ديبندنت انسولين ديبندنت كمان زودت يوتيلايزيشن اوكسيديشن وستورج اوكسيديشن وستورج اوكسيديشن هتخسر وستورج اخسن انا مصل يبقى جلايسيميا اديبوز تيشو اخسن انا اديبوز تيشو يبقى كده طب هايبو جلايسيميا مفيش جلوكوز ومفيش انسولين جلوكوز 4 ما يشتغلش قال الابتيك قال الابتيك وكمان حصل في الدواء للمصل هطلع امينو اسيد عشان يتصرف فور الجلوكوجين حصل في الدواء لاديبوز تيشو يعني عملت لايبوليسيس وطلعت الليسترول وفاتي اسيد الفاتي اسيد فاتي اسيد اوكسيديشن فيزيد الجلوكونيوجينيسيس والجليسترول ده سابت فور جلوكونيوجينيسيس قول يا عبد الرحمن هو المصل بيبقى المصل ده ولا مش المصل دي عباره عن فيلامنت سيك فيلامنت مايوتين واكتين وتروبو مايوتين الكلام ده كله بروتين اكسرها ايه بص يا باشا المصل يعني اكيد هتحرك في كل مكان في فرق ما بين السايز اوف المصل سيل والنمبر اوف المصل سيل يعني دلوقتي لما الواحد يروح يلعب جيم والعضله بتاعته تكبر هل النمبر اوف المصل سيل زاد ولا السايز؟ العدد زاد سوري السايز زاد حصل هايبرتروفي يعني المصل سيل كبرت بقى فيها بروتين اكتر طب بطل جيم هيحصل لها بيك داون وتطلع مناكس وتقل في السايز فالسايز نفسه بيقل بس مش السيل بتضيع السايز بيقل ازاي بكسر البروتين اللي فيها الكلام ده في الدكتور يعني فين خدوه يعني اوكي يعني هو سؤال معلق بالحياه وحكيت معاك لا هو ان شاء الله لما ناخد ديابيتس ميليتس هنعرف ان ديابيتس ميليتس بيحصل فيه كتابه يعني الانسولين ده انابوليك هرمون يعني ببني بيه كل حاجه ومهم للبروتين سيلز
لكن لما ياخد دليل ان شاء الله تعرف ان عدم وجود الانسولين مريض الدايبيتس يعني تكبر، مش موضوع هايبوجلايسيميا، موضوع ان في المفروض ان هناك هايبرجلايسيميا كمان، هناك تكبر يعني الانسولين انابوليك هرمون فغيابه يعمل تكبر. جميل، ده ريجوليشن باي تيشوز اند اورجانز. قلنا الجي اي تي بريفنت السادن انكريز في البلد جلوكوز ليه سلو ريت اوف ايفاكويشن ماكسيمم ريت اوف ابزوربشن وحاجه اسمها انتي تيباتوري الليبر وصفناه قلنا ده المين جلوكوز هوم انتيك ده يزود او يقلل الجلوكوز يقلل لو في هايبرجلايسيميا زود الابتيك وزود اليوتيلايزيشن اللي هي اوكسيديشن وستورج اوكسيديشن ميجر ومايرو ستورج جلايكوجين وتاني ولو انا فاستنج وهايبوجلايسيميا هيزود بالطريقتين جلايكوجينوليسيز وجلوكونيزيز الكدني لو انا هايبرجلايسيميا تبني شويه جلايكوجين صغيرين والباقي تنزله ولو انا هايبوجلايسيميا جلوكونيزيز لو انت داخلي مصر وادمنتشن ماشيين مع بعض هايبرجلايسيميا زودت الابتيك زودت الابتيك ليه؟ روسفور انسولين ديبند وزودت اليوتيلايزيشن اوكسيديشن والستورج الستورج في المصر جلايكوجين في الادمنتشن تاني كده لو انا هايبو جلايسيميا قال لك ازود اقلل الابتيك الاول عشان روسفور انسولين ديبند تمام ايه الابتيك هنا كمان ازود البريك داون ويطلع لي امينو اسيد اعمل بيها الجلوكوز وانا زودت البريك داون وبالتالي فاتي اسيد عملت بيه فاتي اسيد اوكسيديشن وبريك داون الجلوكو نيوجينيسيس وكمان الكوليسترول اللي طالع ده صعب ستريس فور الجلوكو نيوجينيسيس ودي اول قصه علينا النهارده ريجوليشن اوف بلاد جلوكوز باي تيشوز اند اورجانز. نقطه بقى على الطريقه الثانيه للريجوليشن ريجوليشن باي هرمون. بص بقى في الهرمون هلاقي فيه معركه شغاله ما بين طرفين طرف اسد مغوار شجاع واقف لوحده منفردا في المعركه هذا الطرف يسمى انسولين وخمسه متجمعين عليه ومتكتلين عليه وبيعملوا له انتاجونيزم يعني بيضاد الانسولين واسمهم انتي انسولين يبقى هي معركه ما بين طرف واحد يسمى انسولين وخمسه متجمعين ومتكتلين عليه اسمهم ايه؟ انتي انسولين نبدا بالانسولين الانسولين بيطلع من البيتا سيل اوف ايلس اوف فرانكرهان اوف ذا باكر والانسولين هو الاونلي هايبوجلايسيميك هرمون انا قلت ايه اونلي مفيش غيره هو الوحيد اللي بيقلل جلوكوز الدم هو الاونلي هايبو جلايسيميك هرمون هو الاونلي طب ازاي الانسولين هو الاونلي هايبو جلايسيميك هرمون لو نفكر بقى هو بيقلل جلوكوز الدم يا دكتور صح ادي الموبايل ادي الموبايل ده بقى يا جماعه موبايل اتش تي سي ثمنه 4000 جنيه هسال سؤال بعد شويه اللي هيجاوبه هياخد الموبايل ده هديه وانا ماليش دعوه ايه ده يا اللي هيجاوب هياخد الموبايل ده هديه على طول يلا سيدي حيلك بقى شويه بص يا جماعه دلوقتي بقول ان الانسولين هو الاونلي هايبوجلايسيميك هرمون ماشي يبقى بيقلل جلوكوز الدم يبقى هيعمل ايه في انتاج الجلوكوز في جسمك يقلل وهيعمل ايه في استهلاك الجلوكوز في الجسم يبقى انا عايز اقلل جلوكوز يبقى هقلل انتاج الجلوكوز وهزود استهلاك الجلوكوز بس سيبني طيب يقلل الانتاج ويزود الاستهلاك نبدا بالاستهلاك طالما بيزود الاستهلاك يعمل ايه في الابتيك اوف جلوكوز هيزود الابتيك ليه؟ عشان لو في انسولين جلوكوز هيشتغل وجلوكوز يروح مدخل جلوكوز الهارت والماسل والاديبوتيك يعني زود الابتيك اوف جلوكوز طب هيعمل ايه في اليوتيلايزيشن وكلمه يوتيلايزيشن كلمتين اوكسي واوكسجين حتى ميجور وماينور الميجور اسمها جلايكوليسيس وكل الكينزايمز اوف جلايكوليسيس انديوز بالاسم والماينور زي الاتش ام بي
ولو انت فاكر الانسولين كان بيعمل اندكشن لجي 6 بي دي اللي هو كي انزايم اوبليشن بي ستورج والجلوكوز ستورد في سورتين جلايكوجين كان الانسولين بيزود الجلايكوجين وكمان تاج هنعرف في الليمت ان الانسولين بيزود اللايكوجين يعني جسمك الانسولين زود اي حاجه بتستهلك الجلوكوز زود الابتيك وزود اليوتيلايزيشن اللي هي اوكسيديشن وستورج والاكسيديشن ميجور وماينور والستورج جلايكوجين وتاج طب كمان الانسولين هيقلل اي حاجه بتطلع الجلوكوز هو مين بيطلع الجلوكوز جلايكوجينوليسيس وجلوكوليزيس والاثنين كانوا انهبيتد باي الانسولين يبقى هيقلل اهو الجلايكوجينوليسيس وكمان الجلوكونيوجينيسيس وبالتالي انا زودت استهلاك الجلوكوز وقللت انتاج الجلوكوز يبقى انا قللت الجلوكوز في الدم وصفتي انني هايبو جلايسيميك هرمون اتفضل ماشي بس اللايبوليسيس دي بتقال لجلوكوز الدم بس بطريقه اندايركت يعني يطلع فاتي اسيد اعمل لها فاتي اسيد ريديشن لا فاتي فانا بتكلم بالدايركت على طيب نيجي بقى للخمسه اللي متجمعين ومتكترين عليك لو سابتك دخلت في امتحان الاورال وقال لك مين هم الخمس هرمونات اللي اسمهم انتي اسيد وغلطت في واحد فيهم شالون كبير وبره اللجنه مفيش هزار الانتي انسولين هرمون احفظهم زي اول واحد جلوكاجون ادرينالين جروث هرمون جلوكوكورتيكويد وثايرويد هرمون مره كمان جلوكاجون ادرينالين جروث هرمون جلوكوكورتيكويد وثايرويد هرمون مره ثالثه مين هم الانتي انسولين جلوكاجون ادرينالين جروث هرمون جلوكوكورتيكويد وثايرويد هرمون مره رابعه مين الانتي انسولين جلوكاجون ادرينالين جروث هرمون جلوكوكورتيكويد و وكلهم ار هايبر جلايسيميك هايبر جلايسيميك هرمون يعني بيزودوا جلوكوز الدم كلهم بيزودوا جلوكوز الدم وكل شيخ وله طريقه كل شيخ وله طريقه يعني كل واحد بيزود بطريقته لو مسكت اول واحد الذي يسمى جلوكاجون ده هايبر جلايسيميك يبقى هيعمل ايه يا عمرو في الحاجات اللي بتطلع جلوكوز يبقى هيزود الجلايكوجينوليسيس والجلوكو نيوجينيسيس وهيعمل ايه في الحاجات اللي بتستهلك الجلوكوز هيقللها فهيقلل الجلايكوليسيس والجلايكوجينيسيس يبقى زود الحاجات اللي بتطلع وقلل الحاجات اللي بتستهلك يبقى هو هايبر جلايسيميك هرمون طيب نيجي للتاني ادرينالين قال لك الادرينالين بالظبط كوبي وبيست من الجلوكاجون بس هيزود كمان لايبوليسيس انت كبرت خلاص وشغال في الفيزيو اندوكراين فلازم تعرف المعلومه الهامه دي لازم تعرف ان الجلوكاجون اد ميلي سنترالي اما الادرينالين اد ميلي بريفرالي يعني الجلوكاجون يشتغل دايما في السنتر فالاكشن اوف جلوكاجون ميلي على الليفر وبالتالي بيزود جلايكوجينوليسيس وجلوكوجينوليسيس اما الادرينالين اكتملي اكتملي بريفرالي على المصل والاديبوزيتي والكلام ده بان قوي لما كنا بندرس جلايكوجين فاكر لما اقول لك جلوكاجون اون ليفر ادرينالين ليفر ومصل فاكر فالجلوكاجون شغال مينلي على الليفر اما الادرينالين شغال مينلي بريفرالي على المصل والاديبوزيتي وبالتالي جلوكاجون ملوش افكت يذكر على كل عشان هو شغال ايه؟ على السنتر لكن الادرينالين يعمل لايبوز وده الفرق ما بين الادرينالين وجلوكاجون اكتب هذا الجولدن رول في اكتب
جلوكاجول جلوكاجول acts mainly centrally on the liver. Glucagon acts mainly centrally on the liver. While adrenaline acts mainly peripherally on muscles and adipose tissue. Glucagon acts mainly centrally on the liver, while adrenaline acts mainly peripherally on muscle and adipose tissue. يبقى الفرق ما بين الادرينالين والجلوكاجون كلمه واحده بس اسمها لايبوليسيس. طب نيجي بقى الاثنين مع بعض. يلا شرح واحده بس. جروث هرمون اند جلوكوكورتيكويد. جروث هرمون اند جلوكوكورتيكويد. الاثنين شغالين زي بعض بالظبط. لسه واخدين حالا لما خدنا ريبريشن اوف جلوكوجينيسيس الاثنين بيعملوا اندكشن انزيمات اسمها ترانس امينيز. وبالتالي الاثنين بيزودوا الجلوكونيوتيدات. وكمان الاثنين كاتابوليك. فبيزودوا اللايبوليك. يبقى بيزودوا جلوكونيوتيدات واللايبوليك. وبيقللوا الاب تيك والاوكسيديشن اللي هي الجلايكوليك. الكلام ده يا جماعه في العمل زي الرز. يبقى ايه الجروث هرمون والجلوكورتيكويد زودوا الجلوكونيوتيدات وكمان اللايبوليك. وقالوا الاب تيك والجلايكوليك. كل واحد من دول لو فكرت فيه هتلاقيه شغال صح. هو هايبر جلايسيميك عارف وظيفته. فبيزود الحاجات اللي بتزود الجلوكوز. وبينقص الحاجات اللي بتستهلك الجلوكوز. الا الاخير ده اللي اسمه تيروس. ده بقى متغلب عقليا. ما بيفهمش. ما عندوش دماغ. مش عارف هو بيعمل ايه. متغلب عقليا. الثيروكسين ده بيزود حاجات تزود الجلوكوز وبيزود حاجات تستهلك الجلوكوز وده قمه تخلف العقل. بيعمل ايه الثيروكسين ده؟ بص معايا ده متخلف عقليا يا جماعه. يا سلام يا سلام. الثيروكسين بيزود الابزوربشن اوف الجلوكوز. وعلى فكره ده الهرمون الوحيد اللي بيأثر على الابزوربشن جلوكوز. ده الاول هرمون. مفيش اي هرمون بيأثر على الابزوربشن اوف جلوكوز الا الثيروكسين. خلي بالك دايما الايفكت اوف هرمونز على الابزوربشن محدود. يعني ده الهرمون دايما يعني يعمل حاجات في الميتابوليزم لكن ملوش دعوه قوي بالابزوربشن. ملوش قوي في سكه انه يزود ابزوربشن حاجه او يقلل ابزوربشن حاجه. امثله قليله جدا ونادره جدا على تاثيرات هرمون على ابزوربشن. ده واحد منهم. الثيروكسين بيزود الابزوربشن اوف هرمون. والسياسه خدت في الاندوكراين هرمون ليه افكت على الابزوربشن. يلا فيستولوجي بقى نشوف. في هرمون خدناه في الفيستولوجي بيأثر على ابزوربشن اوف حاجه. ايه؟ امال في بايو الاندوكراين ده خدتها فين؟ اي دي اتش بيأثر على الديستن. ده اكدني يا راجل حرام عليك. ده ليه ابزوربشن. فيتامين دي هو فيتامين دي بيعمل ايه بالابزوربشن كده؟ انا غلطان هتاخدوه. ظلمتوكوا انتوا بتذاكروا مواقعين بتذاكروا. انا عارف والله انا عارف. لو كنتوا خدتوها كنت هتجاوب. انا عارف ما خدتوهاش. قال يعني لو خدتوها هتجاوبوا يعني. انا بسال في البايو حاجات خدناها بقالنا قرن ما حدش بيجاوب. يبقى فيتامين دي ده هرمون وبيزود الابزوربشن كالسيوم. كمان الثيروكسين ده هرمون وبيزود الابزوربشن جلوكوز. ولو زودت الابزوربشن اوف الجلوكوز انا كده زودت جلوكوز الدم ولا انتوا؟ قال انتوا في عينك. اشوفك يوم يا بعيد. حسبي الله ونعم الوكيل. لما ازود الابزوربشن انا بدخل جلوكوز للدم كتير. يبقى عملت ايه جلوكوز الدم؟ يا فاشل يا بايظ. يبقى زودت جلوكوز الدم. كمان بيزود الجلايكوليسيس. انت برضه لو زودت الجلايكوليسيس انا كده زودت ولا قللت جلوكوز الدم؟
زودت في عينك يا جماعه في ايه؟ كسرت جلوكوز. يبقى زودته ازاي يا سلمى؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يبقى قلل جلوكوز الدم. كمان زودت الجلايكوجينوليز. انت يا سلمى لو زودت الجلايكوجينوليز كده زودت ولا قللت جلوكوز الدم؟ صح. انت هتبدله بقى ولا ايه؟ يبقى زودت الجلوكوز الدم. وكمان بيزود الجلوكو نيوجينيسيس وده برضه بيزود جلوكوز الدم. المتخلف ده بيزود حاجات بتزود الجلوكوز وبيزود حاجات بتنقص الجلوكوز. بص معايا، هو زود كام حاجه بتزود؟ واحد اثنين ثلاثة. وزود كام حاجه بتنقص؟ يبقى النت افكت يزود ولا يقلل؟ يزود. يبقى النت افكت هو هايبر جلايسيميك كورتيزول. كمان ده بيقلل الستورج يا جماعه، بيقلل الستورج، بيقلل الجلايكوجينيسيس وكمان بيقلل اللايبولايز. يبقى الثايرويد هرمون بيقلل الجلايكوجينيسيس واللايبولايز، ودول اللي اسمهم انتي انسولين هرمون وكلهم هايبر جلايسيميك. بص بقى اهم كلمه اللي هقولها دلوقتي، سيادتك في ميزان في جسمي بالانس. هذا البالانس ما بين الانسولين والانتيجين. طالما كفتي الميزان متساويه، الانسولين ادي الانتيجين جلوكوز الدم طبيعي. لو حصل مشكله في احد كفتي الميزان يحصل مشكله في الجلوكوز. فمثلا يعني لو انا حصل لي هايبوجلايسيميا، لو انا حصل لي هايبوجلايسيميا يبقى الهايبوجلايسيميك هرمون اللي اسمه انسولين ده عالي ولا نورمال؟ انا حصل لي هايبوجلايسيميا يبقى عندي زياده في الهايبوجلايسيميك هرمون اللي اسمه انسولين، او عندي نقص في الهايبر جلايسيميك هرمون اللي هو انسولين. يبقى الهايبوجلايسيميا تعمل امتى؟ لو زاد الانسولين، او ممكن يبقى طبيعي بس تقل مين؟ الانسولين. طب امتى يحصل لي هايبر جلايسيميا؟ لو زاد الهايبر جلايسيميك هرمون اللي هو مين؟ الانسولين. او لو قل الانسولين. مش واصله خالص. بص نقولها تاني، نقولها تاني، ناخدها بالعكس. دلوقتي بقول انا في ميزان ما بين الانسولين والانسولين، واحده واحده. هو لو زاد الانسولين يحصل ايه؟ هايبوجلايسيميا. طب لو قل الانتي انسولين يبقى الهايبوجلايسيميا بيحصل لو زاد الانسولين او قل الانتي انسولين. طيب الهايبر جلايسيميا زياده الجلوكوز ده تحصل امتى؟ لو زاد الانتي انسولين بدون هايبر جلايسيميا او نقص فين؟ فطالما البالانس الريشيو ما بين الانسولين والانتي انسولين طبيعي، جلوكوز الدم طبيعي. يحصل مشكله في جلوكوز الدم لو حصل امبالانس ما بين الانسولين والانتي انسولين، وده يدخلني لموضوع اسمه ديس اوردر اوف ريجوليشن اوف بلاد جلوكوز. والديس اوردر اوف ريجوليشن يا اما الجلوكوز يقل وده اسمه هايبوجلايسيميا، يا اما الجلوكوز يزيد وده اسمه هايبر جلايسيميا وينزل في اليورين يبقى اسمه جلوكوزوريا. ده الديس اوردر اوف بلاد جلوكوز. ادخل معايا على الديس اوردر، واول ديس اوردر هايبوجلايسيميا. اكتب نظري عملي شفوي. هايبوجلايسيميا واحد من اهم مواضيع المنهج على الاطلاق. عايزين نديفاين كلمه هايبوجلايسيميا، هو ايه النورمال فاستنج بلاد جلوكوز يا عمر؟ 40 في 70 ل 100 ده الفاست. طب امتى اقول على عيان ان عنده هايبوجلايسيميا؟ قال لك لو قل بلاد جلوكوز عن 45 ملي جرام بير ديسي. الطبيعي من اول 70. لو قل عن 45 هايبوجلايسيميا، ولو قل عن 40 هايبوجلايسيميك. يبقى لو قل عن 45 هايبو جلايسيميا، ولو قل عن 40 يخرج بكم. طب جميل،
عايز في الهايبوغلايسيميا ادسكاس موضوعين. اول موضوع ايه السيمتوم اوف الهايبوغلايسيميا، والثاني وهو الاهم ايه الكوزس اوف الهايبوغلايسيميا. نبدا بالسيمتوم، ايه هي اعراض الهايبوغلايسيميا ومن منا لم يشتكي يوما ما من هايبوغلايسيميا؟ مين فينا ما اشتكاش من هايبوغلايسيميا؟ سيادتك بتنزل 6:30 الصبح عشان عندك دكتور مدحت او زريال، تخلصه تطلع تجري على دكتوره عائشه، تخلصه تطلع تجري على السكشن، تخلصه تيجي بايو، تخلصه تروح تاني هيستولوجي، ما بتدونش على طول شغال بسم الله ما شاء الله، مفيش خمس دقايق ساندوتش قد كده، مفيش خمس دقايق كوبات عصير، وبالتالي بتحس بهايبوجلاسيميا. في حد فيكم ما جالوش هايبوجلاسيميا؟ كلنا يوما ما عانينا من هايبوجلاسيميا. ايه اعراض الهايبوجلاسيميا؟ قال لك في مجموعتين من الاعراض. اول مجموعه قال لك ديو تو سيمباثيك اوفر استيميوليشن او تي ان اس سيمبتوم، يبقى في اعراض نتيجه سيمباثيك اوفر استيميوليشن، وفي اعراض اسمها تي ان اس سيمبتوم. اللي يفكر للحظه للحظه يقول لي ليه بيحصل سيمباثيك اوفر استيميوليشن؟ ايه؟ طب ايه اللي جاب السمساده كده؟ بالظبط يا عمر، شيك هاند يا صح كده. يا جماعه مش الجلوكوز قل وحصل هايبوجلايسيميا، فانا هبدا اطلع انتي انسولين عشان تعلي الجلوكوز، ومن ضمن الانتي انسولين ده رانيا ادرينالين، وده الميدييتور بتاع السمساديك سيستم، فيحصل سمباثيك اوفر ستيموليشن نتيجه وجود ادرينالين، وده واحد من الهايبر جلايسيميك هرمون. يعمل ايه السمباثيك اوفر ستيموليشن؟ اول اعراض الهايبوجلايسيميا هانجر، يعني سيادتك تحس انك انت جعان. بس الحصه مهمه وموضوع مهم وجايب الامتحان، وما ينفعش خمس دقايق استاذن اجيب ساندوتش واجي. لا حرام، ازاي يعني؟ فاكمل زي ما انا، الحصه مهمه. قال لك بعد الهانجر تروح سيادتك داخل في بالبيتيشن. كلمه بالبيتيشن يعني سيس اوف هارت بيت، او ويرنس او سيس اوف هارت بيت. الطبيعي ما فيش حد فينا بيحس بضربات قلب، فهو قاعد يضرب مع نفسه، مش حاسس بحاجه. وعلى فكره احساس يعني مقلق جدا. لو انت تحس قلبك وهو بيضرب ده احساس مقلق قوي، مقلق جدا، تحس بقلق. فاحنا ما عندناش اويرنس اوف هارت، مش حاسين بيها، مع نفسها شغاله. لكن دلوقتي نتيجه سيمباثيك اوفر ستيموليشن هيبقى في سنس اوف هارت او بالبيتيشن. دي بالعربي يعني ايه؟ تيجي الست في العياده تقول لك الحقني يا دكتور انا قلبي بيرفرف عليا. كلمه قلبي بيرفرف عليا دي هي البالبيتيشن. الحصه مهمه وجايب الامتحان، وعمري ما هفرط برضه في خمس دقايق، ومش هستجيب الموضوع ده، بل بتشرح منه بتعمل حصه مهمه. فكملت زي ما انت وما جبتش لا ساندوتش ولا عصير ولا اي حاجه. تدخل في المرحله اللي بعدها، يقول لك تريمور، ايدك يحصل فيها رعشه في الاطراف، تريمور. الحصه مهمه، الحصه مهمه، والدكتور مستمر، وانت برضه مش هتسيب الحصه خمس دقايق، تروح داخل في المرحله اللي بعدها سويتنج. فتطبط عرقا، شغال العرق، تسيب الحصه دي جايه في الامتحان، تروح خلصت سمباثيك اوفر ستيموليشن، وتروح داخل في السي ان اس سيمتوم، وتدخل ذاتك في كونفيوجن، يعني تبقى متلخبط، تبقى متلخبط. ابقى واقف قدامك بشرح بايو وفاكرته في العشره بشرح لك فيزيولوجي. ازاي ما ينفعش اصلا يعني؟ طيب برضه الحصه مهمه ومش هتسيب الحصه وتمشي ابدا، تروح داخل في الخطوه اللي بعدها كونفالجن. سيادتك تقع من على الكرسي وتبدا تتشنج، اللي جنبك يعبرك ولا هيعبرك، سيب الحصه والتاني ولا الدكتور هيعبرك برضه، ما هو عايز يخلص. تروح داخل في الخطوه اللي بعدها كوما غيبوبه، ولو ما حمش عليك ببق عصير ولا حقنه جلوكوز سيادتك تنتقل الى رحمه الله.
وكل ده عادي ريسورسز لازم يبقى عندك مصدر متجدد يعني خمس دقايق عادي يعني مش عارف اروح خمس دقايق لكن طالب الصف برضه الصف مش مستحيل يعني ما ينفعش. هل السيمتوم دي تيجي في الامتحان؟ لا طبعا دي معلوماتك العامه دي ما تجيش الامتحان. اللي بيجي في الامتحان كودس اوف هايبوجلايسيميا ده بقى اللي بيجي في الامتحان. ايه يا ترى الكودس اوف الهايبوجلايسيميا؟ بص بقى لما تقرا كودس ليه نوعين في نوع منطقي جدا وياخد سبحان الله يدخل دماغك قوي وتحس انك انت فاهمه وفي نوع تاني لا تفهمه ولا يدخل الدماغ ولا منطقي وحاجه تحس انها تحكي على الدقون كده. طب نشوفه. قال لك اول نوع من الهايبوجلايسيميا اسمه فاستنج هايبوجلايسيميا. منطقي يا عمار ولا لا؟ منطقي ولا لا يا واد؟ واحد صام فدخل هايبوجلايسيميا. لكن اللي مش منطقي ابدا واللي ما يدخلش الدماغ واللي حاجه صعبه يقول لك بوست برافيال هايبوجلايسيميا. يعني اكل ولسه مخلص الساندوتش حالا وادخل في هايبوجلايسيميا؟ معقوله؟ بوست برانديان هايبوجلايسيميا. لما تيجي نشوف كده نمسك اول واحده فاستنج هايبوجلايسيميا. انا مش مذاكر ولا انت مذاكر وهنجيبهم كلهم من غير ما نذاكر ولا حاجه خالص مش بالمذاكره اللي فاهم. احنا مش قلنا الهايبوجلايسيميا تحصل لو حصل امبالانس ما بين الانسولين انت ريشيو. طب ايه اللي يعمل هايبوجلايسيميا؟ يحصل ايه في الانسولين؟ يعني زياده في الانسولين ده اول كله. او ايه في الانتي انسولين؟ نقص بالانتي انسولين. ادي تاني كود. انت حاطط حاجه فاهمك يا ابني افهم. لو قل الانسولين سوري لو زاد الانسولين ادخل في هايبوجلايسيميا ولو قل الانتي انسولين برضه ادخل في هايبوجلايسيميا. طب سؤال ايه اللي يخلي الانسولين يزيد؟ الانسولين يزيد طبيعي او صناعي؟ طبيعي او صناعي؟ طبيعي بسميه ان سولينوما. كلمة اوما دي يا جماعة يعني تيومر. لايفوما، ساركوما، رابدومايوما، فايبرومايوما، اوما دي يعني تيومر ورا. فإن سولينوما تيومر في البيتا سيلز بتاع الايرس اوف لاجران اللي بتطلع انسولين فيزيد انتاج الانسولين ده من جوه جسمي. أو يقول لك انسولين اوفر دوز. يعني جرعة عالية من الانسولين. ودي لو شفتها بعينك عمرك ما تنساها. كلكم يا جماعه بعد ما تتخرجوا وفي اول حياتكم هتشتغلوا وهتكفوا كتير قوي وكتير منكم هيشتغل في مستوسخات ماليه مصر بسم الله ما شاء الله. المستوسخ من دول الكشف ب 5 جنيه 5 جنيه دول تعمل لك 30 40 كشف وانت قاعد في ساعتين. خلصت 40 كشف في ساعتين ازاي ما تعرفش؟ انا في اول حياتي كنت شغال في مستوسخ من هذه المستوسخات الكاين في احد الاحياء الشعبيه جدا 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 في شارع هرم كده. فالمهم جالي كشف حاجة كبير ودايما يا جماعه اهلنا اللي عايشين في الرياضه دي يعني طيبين قوي وعلى قدهم ويعني ثقافتهم محدوده فلازم يبقى بالك طويل وتتكلم وتقنع وتفهم لازم كده يعني. سبيشالي في مرض السكر ده فهو كان عنده اعراض توحي بان عنده مرض السكر. عملنا له تحاليل طلع فرق ان هو دايبيتك. فلازم تقعد معاه كده نص ساعه تقف اللي بره دول شويه فهمه السكر ده مش مرض ولا حاجه. انت لو نظمت علاجك ونظمت اكلك تبقى عايش كويس ومفيهوش مشكله وما يحصلش كومبليكيشن لازم تفهمه كده وازاي يعني تعتني بنفسك وبنظافتك والكلام ده كله. وانت قلت له علاج جبت له الانسولين وجبت له السرنجه بتاع الانسولين الرفيعه دي وقلت له بص انت كل يوم الصبح تاخد 20 وحده لغايه العلامه دي كده من الانسولين ده الصبح و10 لغايه العلامه دي بالليل. قال لي ماشي وفهمت فهمت تمام تمام كان معايا. راحوا روحوا البيت بعدها بساعه بالظبط لقيت ابنه جاي الحقني يا دكتور ده بابا خد العلاج واغمى عليه ودخل في غيبوبه. قلت له ليه انتوا عملتوا ايه؟ قال لي عملنا زي ما انت قلت بالظبط ودخل في جوه. رحت خدت شنطه العلاج وخدت النيرف ورحنا نروح عشان نعمل له هوم فيزيت نشوفه ايه عنده ايه. دخلنا عليه يعني انا في غيبوبه وسويتنج وبالبيتيشن وبتاع هايبوجلايسيميا هايبوجلايسيميا حاضر جلوكوز فيها زي الفل بسم الله ما شاء الله. ايه يا حاج عملت ايه اللي حصل؟
قال لي يا دكتور انا عملت زي ما انت قلت بالظبط. قلت له بس احكي لي احكي لي ايه اللي حصل. قال لي رحت جبت علاج من الصدريه قلت له عايز سرنجه سنتورين. قال لي ما عنديش. قال لي تاخد سرنجه 3 سنتي. قلت له ماشي ما كلها سرنجات. وجيت عند علامه 2 زي ما انت قايل بالظبط وسحبت وخدت حقنه. طبعا علامه 2 دي يعني 2 سنتي يعني 200 وحده وكان موصله ايه 20. يعني الباشا خدت 10 اضعاف الجرعه وعمل زي ما انا قلت بالظبط. اكيد دخل في ايه؟ في هايبوغلايسيميا. وبالتالي يا جماعه لو الانسولين ده جوه جسم انسولينوما او من بره جسم انسولين اوفر دوز ده يعمل هايبوغلايسيميا. طب كمان ممكن نقص في الانتي انسولين. ايه اللي نقص الانتي انسولين؟ يقول لك اي جلاند بتطلع انتي انسولين هرمون يحصل فيها هايبو فانكشن ده يؤدي الى هايبوغلايسيميا. زي ايه؟ يقول لك البيتويتري. لو حصل بيتويتري هايبو فانكشن ليه بتطلع ايه دي؟ قال لك بتطلع جروث هرمون وده انتي انسولين وبتطلع كمان اي سي تي اتش وده بيطلع جلوكورتيكويد وكمان بيطلع تي اس اتش وده بيحفز الثيرويد جلاند انه يطلع ثيرويد هرمون. يبقى كل دول لو قالوا هيقل الانتي انسولين. كمان ديزيز مشهور قوي اسمه اليسون ديزيز هتاخدوه ده ان شاء الله. نقص في الجلوكوكورتيكويد لما تاخد الادرينال كورت. كمان لو حصل هايبوثايرويديزم الثايرويد نفسها مش شغاله. كل ده انتي انسولين قالوا وبالتالي يحصل هايبوغلايسيميا. طب احنا اول فين جبناهم بالفم؟ اللي بعدهم برضه بالفم. احنا قلنا زياده في انسولين ونقص في الانتي انسولين. بالفهم كده يا راجل ايه التو بروسيس اللي بيدوا الجلوكوز ده مواصلين؟ الجلايكوجينوليسيس ودي مكانها فين؟ والثانيه اسمها ايه؟ ودي مكانها فين؟ ليفر وكتني. طيب لحظه لو باظ الليفر مش كده ما اعرفش اعمل جلايكوجينوليسيس ولا جلوكوجينوليسيس؟ طب لحظه لو باظت الكدني مش كده ما عرفتش اعمل جلوكوجينوليسيس؟ يبقى رقم 3 ومن غير ما تحفظ اي حاجه ليفر ديزيز. ليه؟ مفيش جلايكوجينوليسيس ولا جلوكوجينوليسيس. ورقم 4 كيدني ديزيز. ليه مفيش جلوكوجينوليسيس؟ بذمتك الاربعه دول انت محتاج تحفظهم؟ لو انت فاهم خلص الموضوع. قول يا باشا. نعم يا باشا الليفر مش بيعمل هايبر يا باشا. الليفر بينورماليز الهايبوجلايسيميك بيشن. يعني هو في هايبوجلايسيميا هو هيطلع جلوكوز عشان يخليه نورمال. لكن هو من نفسه ما يعملش هايبر. هو هيعمل هايبر ليه؟ هو هيدورك. ده هو لو انت هايبر يخليك نورمال. ولو انت هايبو يخليك نورمال. كنت ازاي؟ ايه كمان؟ قال لك في ليفر دي ميتابوليك ديزيزز امراض خدناهم يعملوا فاستنج هايبوجلايسيميا. ايه الامراض اللي خدناها بقى؟ تعمل فاستنج هايبوغلايسيميا. مين بيقول صح؟ حد بيقول صح يقول بولشيت. مش كانوا 5 اتش من بينهم هايبوغلايسيميا دول فاستنج؟ واخد بالك انت ازاي؟ فروكتوز 1/6 بيسفوسفاتيز ديفيشنت برضه فاستنج هايبوغلايسيميا. واحد هناخده في الليبيد ديس اوردرز اوف فاتي اسيد اوكسيديشن. فالفاستنج هايبوجلايسيميا يا اما زياده في الانسولين يا اما نقص في الانتي انسولين يا اما ليفر ديزيز يا اما كيدني ديزيز او ميتابوليك ديزيز زي بونجور وفكتوز 1/6 بيسفوسفاتيز وديس اوردرز اوف الفاتي اسيد اوكسيديشن. عندك كده سؤالين حط كده خليهم في الاخر. حط بقى على البوست برانديال هايبوجلايسيميا. دي بقى يا سلمى غريبه قوي دي ما تدخلش الدماغ دي. يعني واحد بياكل ولسه ساندوتش في ايده ويدخل في هايبوغلايسيميا ازاي ده؟ لا يا عم ممكن. امتى بقى؟ قال لك اول حاجه ودي مشهوره جدا جدا اسمها اليمنتري بوست برانديال هايبوغلايسيميا. وكلمه اليمنتري يعني لها علاقه بالجاي. دي بتحصل لو الشخص عامل جاستريكتومي او جاسترو جيجونوستومي. خلي بالك الكلمة اللي اسمها ايكتومي معناها ريزكشن قطع. فجاستريكتومي شال جزء من الصدر. وجاسترو جيجونوستومي شال جزء من الجيجنوم اللي في الأمعاء.
الكلام ده كان زمان بيحصل لو في تيوب، دلوقتي بيحصل كل ساعتين بسم الله ما شاء الله. ليه؟ تغطير. عارف يا حسين الجسمي؟ عارفه؟ بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. ازاي الشغل ده راح فين ده؟ ما تعرفش راح فين. بيعمل يا جماعه يعني حاجه اسمها تدبيس معده، يروح مدبسه او يشيلوا جزء من المعده او الامعاء. بس انا لما اشيل جزء من المعده او الامعاء الطول هو هو ولا قصر؟ وبالتالي في الايفاكويشن زي ما هو ولا بقى رابت؟ لما يحصل رابت ايفاكويشن هيحصل رابت ابسوربشن، والجلوكوز يعلى في الدم مره واحده فيطلع له انسولين من البنكرياس مره واحده، يروح الانسولين واخد الجلوكوز وينزل مره واحده فيحصل هايبوجلايسيميا بعد الاكل. يبقى اليمنتري هايبوجلايسيميا تحصل امتى؟ لو في جاستريكتومي او في جاسترو جيجونوستومي. ليه؟ سيادتك حصل رابيد ايفاكويشن، ما الليمف ده غالي فحصل رابيد ايفاكويشن، فلما حصل رابيد ايفاكويشن يحصل رابيد ابزوربشن والجلوكوز يعلى في الدم مره واحده، يروح طالع له انسولين مره واحده ياخد الانسولين الجلوكوز ويقطع مره واحده فيحصل هايبوجلايسيميا بعد الاكل. اللي بعدها بقى كلنا شفناها، قال لك اسمها ايديوباثيك هايبوجلايسيميا او اسمها رياكتيف هايبوجلايسيميا، مشهوره قوي. هسالكم سؤال وتجاوبوا بصراحه، صراحه يعني مين فيكم صام رمضان اللي فات؟ ما صمتوش خالص، كان صعب قوي يا اخي، وكان المغرب بيأذن الساعه 6:30 حداد، وانت تقعد مستني المغرب على فرض الصبر كده وعايز تدي راجل 10 جنيه واذن، طب 20 جنيه اي حاجه واذن الله يخليك. واول ما المغرب اذن تلاقي السفره بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه تفرح كده، وسيادتك زي الاسد تدخل تنس في السفره كلها بعد ما تقدر بقى تدخل يعني بوست براسيال سندروم، سيادتك اباسيميك ومتنح ومصدع ومش شايف قدامك وحاسس كده انك انت يعني عايز تنام، تروح تنام لك ساعه ولا اتنين ويروح التراويح ويروح كل حاجه عليك وتحس انك انت يعني ضايع خالص. ليه بيحصل لنا الكلام ده؟ ما علينا فطرنا، ما حدش فكر. اولا هل ده السنه؟ هل ده الصح؟ الصح طبعا جاتك ايه؟ تمره يعني تمرتين ثلاثه كده، وتروح قال ايه؟ تصلي المغرب وتيجي من المغرب كوبايه عصير وتستنى من غير ما تاكل وتروح تصلي التراويح وبعد التراويح تاكل. انتوا بتعملوا كده شويه صح؟ في الخليج يعني بتعملوا كده؟ بيعملوا كده. مصر بقى مش كده خالص، مصر اول اور نان اول اور نان نو، يعني اول اور نان نو دوت تنتف ودوت بقى متجد بقى يوم كله لغايه ما بيجي السحور بقى عليك كده. ف ليه بقى بيحصل لنا الهيديك ونحس ان احنا دراوزي وعايزين ننام بعد ما ناكل؟ قال لك انت في رمضان بقى 18 ساعه صايم من الساعه 4 للساعه 7، 18 ساعه، وبالتالي التيشوز مش تقل الجلوكوز، عايز الجلوكوز باي طريقه، ما فيش جلوكوز 18 ساعه ما فيش مصدر لجلوكوز من بره، وفجاه حنفيه جلوكوز اتفتحت بسم الله ما شاء الله، حاجه بسم الله ما شاء الله مصدر الجلوكوز ده الفل، فيحصل رابيد ابزوربشن جلوكوز. طبعا انا مش تقل جلوكوز، فيحصل ايه؟ رابيد ابزوربشن لجلوكوز، والجلوكوز يعلى في الدم مره واحده فالبنكرياس يطلع له انسولين مره واحده والانسولين ياخد الجلوكوز وينزل مره فيحصل هايبوجلاسيميا. تحس انك انت دايخ وعايز تنام ومصدع، تروح تنام لك شويه ويطلع شويه انتي انسولين، الانتي انسولين يطلعوا يظبطوا الجلوكوز وترجع بقى بني ادم تاني بطبيعتك. ده اسمه ايه ده؟ بيسميناه مع بعض رياكتيف. ليه؟ اللي حصل ده رياكشن نتيجه الرابط ابسوربشن. في كمان ميتابوليك ديزيزز ممكن يعملوا بوست برانديال هايبوجلاسيميا. ايه بقى الميتابوليك ديزيز اللي خدناها في الكربوهيدرات وتعمل هايبوجلاسيميا بعد اكل حاجه؟ اللي هو مرض اسمه ايه المرض؟ الله يحرقك واحد واحد واحده واحده. اسمه ايه؟ ولن اعاني من زياده مش عارف ايه، سأعاني من نقص مش عارف ايه، صوتي راح وانا بقوله في الاخر وانا حد عارف مين يا ابني؟
هيري دي تاني فروكتوز اندورف ده يحصل هايبو جلاسيميا بعد انجكشن اوف فروكتوز من الثاني باي ذا واي وقبل ما انسى الاربع والخميس الجاي امتحان على الكربوهيدرات كله والبايو انرجي كله والامتحان اللي فات الام سي كيو كان فاضي وما فيش مشاكل ثانيه زيها الامتحان ده ام سي كيو ريتن واجباري هتضرب في الكورس وتمتحن ماليش دعوه عندك في الثيوريتي عندك في الاربع ماليش دعوه امتحان وقبل الامتحان بتاع 16 ده في الامتحان ده ما انا ما فاضلكم انا بقى السنه دي بقى مش ورايا حاجه بقى همتحنكم واحد واحد يبقى اول واحد اهو هيرديتري فروكتوز انتر والثاني جلاكتوزين يا جماعه مش كان بيحصل اكيوميليشن لجلاكتوز اون بوفيه لو عايز تزود كمان لو عايز يعني ممكن تقول فروكتوز 1/6 بسفوسفيت بسفوسفيت ديفيشن برضه يا جماعه ده كان بيعمل سيكونسيشن للبوفيه فالمرض ده موجود على ناحيتين خلي بالك يعني ممكن الفروكتوز 1/6 بسفوسفيت يعمل هايبوجلاسيميا فاسد وممكن يعمل هايبوجلاسيميا برضو افتر انجكشن اوف الفروكتوز وبالتالي احنا عرفنا الهايبوجلاسيميا وعرفنا ايه الفاستنج هايبوجلاسيميا وعرفنا ايه البوست برانديال هايبوجلاسيميا نكتفي بهذا الخط المره الجايه هنقول الجلوكودوريا وندخل ليمت ان شاء الله ده بكره ده بعد ان شاء الله